نشر موقع علم الحياة خبرا علميا حول اكتشاف بحر ضخم جدا يقبع عميقا تحت شرق آسيا، ويبلغ حجمه تقريبا حجم المحيط المتجمد الشمالي. وقد تمكن العلماء من التأكد من هذا الاكتشاف بواسطة الموجات الزلزالية التي يسبب الماء تباطؤا في سرعتها، وبالتالي أمكن للعلماء رؤية هذا المحيط الكبير بواسطة أجهزة قياس الزلازل. ويتوقع العلماء أن هذا البحر تشكل بنتيجة غوص كتلة من قاع المحيط الباردة انفصلت وغاصت عميقا في الأرض لآلاف الكيلومترات إلى الطبقة الثالثة والرابعة من طبقات الأرض، وهذا ما أدى لتبخر جزء من الماء المختزن داخل الصخور العميقة. الصخور تحوي 15% من الماء، ويرتفع الماء إلى منطقة التجمع ويتشكل هذا البحر تدريجيا. والماء يغطي أكثر من 70% من مساحة الكوكب، ومن أحد مهامه أنه يعمل على تزييت الألواح الأرضية ويساعد على حركتها بانسياب. إشارات إلى هذا الاكتشاف في القرآن والسنة. القرآن الكريم لم يترك شيئا إلا وحدثنا عنه، وكذلك النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى مثل هذه الاكتشافات قبل قرون طويلة. والله تبارك وتعالى حدثنا عن ماء يسكن الأرض، وأن الله قادر على الذهاب به، ولكن من رحمة الله أن يبقيه في باطن الأرض. وهناك مياه جوفية ومياه عميقة جدا. يقول تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. كما أشار القرآن إلى تخزين الماء في الأرض، وأن هذا التخزين يتم بقدرة الله وليس بقدرة البشر، لأن البشر عاجزون عن ذلك. يقول تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. ويعجب العلماء كيف تم الحفاظ على هذا الماء على الرغم من درجات الحرارة العالية في باطن الأرض والتي تعمل على تبخير الماء. يقول العلماء: إذا تأملنا كوكب الزهرة شقيق الأرض، فإنه من المحتمل أن كل الماء الذي كان فيه تبخر بسبب حرارة الكوكب وجفافه، ومن الممكن أن يحدث نفس الشيء على الأرض فيذهب الماء، ولكننا نجده يستقر ويسكن في الأرض لملايين السنين دون أن يتبخر أو يجف. لقد جاء في الحديث الشريف: إن تحت البحر نارا وإن تحت النار بحرا. ومع أن هذا الحديث ضعفه رواة الحديث، إلا أنه صحيح من حيث المعنى، ويمكن الأخذ بالحديث الضعيف المسائل الكونية وليس الفقهية، لأنه ثبت علميا أن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. لنأخذ فكرة عن طبقات الأرض. الأرض تتألف من قشرة رقيقة سمكها وسطيا 30 كيلومتر تحت القارات و5 كيلومتر تحت البحار. هذه القشرة صلبة ومتكسرة إلى 12 لوحا أساسيا وعدة ألواح صغيرة، وتتحرك مليمترات كل سنة. وتحتها طبقة ثانية هي الطبقة الصخرية، حيث تنقسم مع القشرة إلى ألواح أيضا. ثم تأتي طبقة الوشاح، وهي طبقة مرنة أشبه ببحر ملتهب تمتد 2900 كيلومتر، تعوم عليه الطبقتان القشرة والطبقة الصخرية. نصف قطر الأرض بحدود 6400 كيلومتر. نواة الأرض تتألف من قسمين: الخارجي سائل ويتألف من الحديد في معظمه، والداخلي صلب ويتألف من الحديد والنيكل. إن هذه الاكتشافات تدل على أن أرضنا، أو بمعنى أدق القشرة الأرضية، تعوم على بحر ملتهب، ومن الممكن في أي لحظة أن يحدث خسف أو زلزال أو تسونامي، وكلها أنواع من عذاب الله تعالى. يقول عز وجل: وكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
إشارة رائعة لجانب البارة. تأملوا معي هذه الآية العظيمة التي تحدثنا عن احتمال انخساف جانب البر في إشارة رائعة لألواح الأرض، وأن للبر حواف وجوانب، وهذه الحقيقة لم يكن لأحد علم بها. يقول تعالى: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. فكما يقرر العلماء أن طبقة الأرض تحت البر أسمك منها تحت البحر، ولذلك هناك جوانب للبر، وهذا ما يعبر عنه العلماء بقولهم ألواح الأرض، وهذا ما عبرت عنه الآية بقوله تعالى جانب البر. وبالفعل تتم عمليات الخسف والزلازل عند جوانب البر، ويقول العلماء إن حركة الألواح الأرضية واصطدامها ببعضها عند جوانبها يولد الزلازل والهزات الأرضية. إشارة رائعة لاحتمال انخساف قطعة من الأرض. يؤكد العلماء أن قشرتنا الأرضية مع الطبقة الصخرية التي تليها تعومان على بحر من الحمم المنصهرة، وبالتالي يحدث كل فترة خسف في منطقة ما، وتغرق كتلة من القشرة الأرضية وتغوص في البحر الملتهب. ولذلك قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ومعنى كلمة تمور أي تضطرب وتهتز، والمور في اللغة هو الاضطراب والجريان والتحرك، وهذا ما يحدث بالضبط أثناء انخساف جزء من الأرض، فإنه يضرب ويهتز مثل سفينة تغرق. ولا نملك إلا أن نقول سبحان الله الذي أخبر عن هذه الحقائق في كتابه الكريم وقبل أكثر من 14 قرنا، لتكون هذه الآيات دليلا ماديا ملموسا على صدق هذا الكتاب، وأن الذي أخبرنا بهذه الحقائق هو خالق الأرض وهو أعلم بما فيها، وهو الذي أنزل لنا القرآن وحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. مشاهدين الأعزاء، نشكركم على حسن المشاهدة، كما ندعوكم إلى مشاهدة المزيد من الفيديوهات المثيرة والممتعة لمختلف الأذواق. سوف نسرد لكم سلسلة لأفضل أعمالنا في شتى المجالات: المجال الرياضي، قناة ميديا كورة ومعلومة رياضية ومعلومة كروية. وتعد قناة ميديا كورة أكبر منصة رياضية التي تضم أهم التحليلات الرياضية والانتقالات الرياضية. وقناة معلومة رياضية التي تقدم لكم أجمل الأهداف وأغرب المشاهد الرياضية وملخص لكل الأحداث الكروية. المجال الثقافي، قناة معلومة ومعلومة ثقافية. تقدم لكم منصة قناة معلومة كثيرا من المعلومات الثقافية والدينية والرياضية والفكاهية، وأحداث النهاية التي تضم أحداث يوم القيامة بالتفصيل من بداية العلامات الصغرى حتى دخول الجنة أو النار أعاذكم الله، وما تحويه كل من الجنة والنار. المحتوى الديني، معلومة دينية. تقدم لكم أهم القصص الإسلامية والمسائل الشرعية، قصص الصحابة والتابعين وفرسان الإسلام، وغرائب وطرائف التاريخ والأثر الدينية. وكي نستمر في العمل نرجو منكم فقط الاشتراك مع علامة الجرس. سوف تجدون روابط القنوات داخل صندوق الوصف. مع أطيب تحيات أخيكم في الله أيمن صابر.